لأن هي تحولت أساسا إلى قضية رأي عام، ونتكلم على منظومة الحقوق بشكل عام. لما يكون عندنا نظام، يعني بالنسبة لحقوق المرضى عندنا نظام، إذا معناها لما تكون في وثيقة، في لوائح تنفيذية، في أنظمة، وأعتقد أنكم حتستضيفون متخصص في الأمور الشؤون القانونية، فربما يتكلم عنها بالبنود القانونية أكثر مني. إذا هذه البنود ينبغي أن تكون معروفة لمن يعمل في المنشأة الصحية. على فكرة أعتقد أنه الشخص اللي تم إيقافه، هل هو متأكد أنه ممارس صحي أو أنه إداري؟ للأمانة ما في أخبار. أيوة. لكن والسيدة أيضا بحسب الفيديو التي تداول، وأنا بس يعني لكن تدخلت وزارة الصحة. نعم. فأنا أعتقد إذا إداري أو ممارس صحي نفس في النهاية أي أحد يعمل في المنشآت الصحية يعني عليه تطبق عليه القوانين. أيضا بالنسبة إلى السيدة، فهل السيدة مريضة أو مراجعة أو أنها من ذوي مرافق أو من ذوي المرضى؟ تختلف الحقوق يعني؟ ما هذا هو السؤال، هل تختلف الحقوق أو لا تختلف الحقوق؟ بشكل عام يعني هذه كملاحظات، ان احيانا يكون المرافقين يعملون مشاكل وليس المرضى نفسهم ولا او المراجعين. هل لهم الحقوق تنطبق عليهم مثل ما تنطبق على حقوق على المرضى؟ هل يعاملون على يعني على بشكل واضح؟ لما رجعتنا للوثيقه الموجوده في حقوق ايضا تخص المرافقين الى المرضى مرتبطه فيهم. في نفس الوقت بالنسبة لهذه الحقوق، هل هي معممة على المرضى؟ كانت في فترة حملة عملتها وزارة الصحة، حملة جدا جميلة من حقك، تقريبا من 4 أو من 5 سنوات. هل تجدد هذه التعليمات؟ يعني احنا مثلا درسنا في جامعة كلية الطب، كنا ندرس حقوق المرضى أو نعلم حقوق المرضى، ينقال لنا ترى حيمتحنوكم فيها، لما يمتحنوكم مثلا تأكد أنك تغطي المريض، ما تكشف إلا جزء المعين للفحص، كيف تخاطب المريض، هذا يدرب فيه الأطباء في كليات الطب. لكن بعد ذلك ما يكون فيها أي نوع من التدريب، ما فيها تحديث، ما فيها تحديث، ولا تعرفي إيش الأشياء الجديدة اللي صارت بالنسبة إلى الموضوع. ممكن فعلا في جهود إلى توثيق هذا الموضوع، أو مثل يعني كده شعارات، أو لما تروحي مثلا بعض الأماكن مثلا القطاع الخاص بتلاقي في لوحة من حقوق المريض أو حقوقك، مثلا لما تكون عيادة الأسنان إن بهذه تكلفة، من حقك أن تعرف تكلفة العلاج، أو منشور طويل. بس إحنا عادة نتكلم عن الطبيعة البشرية، متى تقرأين إذا كنت في حاجة للقراءة، أو إنه صارت عليه قضية مثل هذه قضية رأي عام. فإذا لا يكتفى بذلك، لما نتكلم عن نظام لابد من تثقيف المجتمع بشكل عام عن حقوقهم كمرضى، وأيضا تثقيف المرافقين، خصوصا أن كثير من المشاكل تصير من عن طريق المرافقين، سواء كانت في التنويم، تكون في الطوارئ تحديدا. فإذا أيضا هؤلاء أنهم يثقفون من بداية دخولهم إلى المنشأة الصحية، ويثقف الممارس الصحي والإداري على حد سواء.